بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح حرف جديد للصف الأول الابتدائي، وكما تعودنا هنعمل مراجعة الحروف السابقة. ده حرف إيه؟ ألف ميم باء فاء نون لام حاء راء تاء سين جيم زاي دال قاف طاء شين ذال. ذال آخر حرف خدناه حرف ذال. حرف ايه؟ ذال. حرف الشين ده حرف ايه؟ الشين. شين كده شاء شاء. طيب ده حرف ايه؟ ميم. ميم كده شم. شم 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 شمسون. شمسون ممتاز. شمسون نجمع الكلمة بسرعة. شمسون شمسون. كلمة نمل. نمل كلمة ايه؟ نمل. نمل نمل. طيب عايزين نعرف عشان نقطعها ازاي؟ النون والميم واللام. ماشي. حرف النون ايه حركته؟ نا. نون عليها فتحة يبقى نا. والميم ايه حركتها؟ والميم على سكون. ممتاز. نم يبقى ما فيش حركة الميم سكون. حركة الميم سكون ليه؟ لان انا مش اما افتح ولا اما ضم بوقي ولا اما اكسر بقول نم. نمل زائد لام ده تقطيع اللي على الصف الاول ابتدائي. حرفنا النهاردة ان شاء الله حرف عين. اسمها عين. عين عين عين. حرف العين يأتي شكله منفصل وشكله متصل. شكله منفصل ومتصل. يأتي متصل في أول الكلمة أو وسط الكلمة. يأتي متصل في أول الكلمة أو وسط الكلمة مثل كلمة. ويأتي حرف العين صوته عا علم مثل كلمة عالم. بفتح فمي عا يبقى على إيه؟ فتحة. فتح. ويأتي مضموم مثل كلمة عصفور. ويأتي مضموم مثل كلمة عصفور. عصفور. ويأتي مكسور مثل كلمة عنب. 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 ويأتي ساكنا مثل كلمة ثعلب. مثل كلمة ثعلب. قصة الحرف. جاء علي إلى الفصل ومعه علبة بها عنب ونظر من شباك الفصل فرأى عصفورا في عشه جائعا يقول أع أع أع. حرف العين ساكنا أع. حرف العين ساكنا أع. حرف العين يأتي ساكنا مثل كلمة ثعلب. مثل كلمة ثعلب. بص صوت العين ثع ثع صوته إيه؟ ساكنا ثعلب. هل هذا هو الصوت الوحيد لحرف العين؟ لا لا. طيب دي صورة ايه؟ علم. علم تبدأ بحرف ايه؟ العين. ممتاز. طب ايه حركة العين؟ فتحة. ممتاز. عا يبقى عندنا صوت تاني كده عا علم عا. طب دي صورة ايه؟ عصفور. عصفور تبدأ بحرف ايه؟ العين. العين تبدأ بحرف العين. ايه الحركة بتاعته؟ ضمة. ممتاز. عصفور دي صورة ايه؟ عنب. عنب العين تبدأ بحرف العين. منكسر. ممتاز. فيها عين ايه؟ بالكسر. بالكسر. العين حرف العين تحته كسر. في كم صوت لصوت العين؟ لحرف العين في كم صوت؟ اربع اصوات عا عو عي والسكون اع. نكتب حرف العين مع بعض. حرف العين يكتب بهذا الشكل. إذا كان منفصلا في آخر الكلمة يكتب بهذا الشكل على السطر، ويكتب بهذا الشكل إذا كان متصلا أو في أول الكلمة لا ينزل عن السطر. نلون حرف العين مع بعض. عين. 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 نشاط واحد. لاحظ ولون الصورة التي بها صوت حرف عين. أول صورة صورة إيه؟ فيل. ممتاز. فيل. فيها حرف عين؟ لا. يبقى مش هنلونها. تاني صورة صورة إيه؟ عنب. ممتاز. فيها حرف عين؟ في. ايوه. ممتاز. يبقى نلون صورة العنب. عين. عين. طيب تالت صورة معلمة. ممتاز. هنشوف فيها حرف العين ولا ما فيهاش؟ فيها. معاء. معلمة. معلمة فيها حرف العين. يبقى نلون صورة المعلمة.
تالت سورة سورة ايه؟ علم. علم فيها عين ولا ما فيهاش؟ فيها. ممتاز. يبقى اللون سورة ايه؟ العلم. العلم. رابع سورة سورة ايه؟ لعبة. لعبة فيها عين ولا ما فيهاش؟ فيها. ممتاز. نلون سورة اللعبة. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي يحدد العلاقة بين شكل الحرف وصوته. نشاط 2، انطق وصل صوت حرف عين بالصورة المناسبة له. هنشوف أول حرف معانا، حرف العين، إيه اللي عليها؟ فتحة. ممتاز. فتحة ينطق إزاي؟ عا. ينطق إزاي؟ عا. تاني حرف العين على إيه؟ ضمة. ينطق إزاي؟ عو. عو. تالت عين؟ كسرة. تنطق إزاي؟ عي. عي. تنطق عي. عي. رابع عين سكون تنطق ازاي؟ اع. تنطق ازاي؟ اع. طب هنوصل اول حرف عين على فتحه، اذا ترى ينفع ع عنب؟ لا. ع علم؟ نعم تنفع. يبقى نوصل العين الذي فوقه فتحه بصوره العلم. ع علم. ع علم. طيب تاني صوره عو، عين عليها ضمه اسمها عو، هنصورها تنفع. عو فستان؟ لا. عو ثعلب؟ لا. عو عصفور؟ نعم. نوصل عو بصورة العصفور. عو عصفور. عو عصفور. عي. عي. ينفع عي عنب؟ نعم تنفع. نوصل عي بصورة العنب. اخر صوت معايا نوصلها بصورة الفستان ولا ثعلب؟ ثعلب. ثعلب. ممتاز. عشان صوت العين ساكن نوصلها بصورة الثعلب. يا عين ساكن. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي يميز الحركات القصيرة. حرف العين يأتي شكله منفصل بهذا الشكل، يأتي شكله منفصل بهذا الشكل، ولا يكون إلا في آخر الكلمة، مثل كلمة زرع. مثل كلمة زرع. وشكله متصل، يأتي في أول الكلمة مثل كلمة عسل أو وسط الكلمة. وهذا الشكل ثعلب، حرف العين يأتي بهذا الشكل وسط الكلمة إذا كان قبله حرف متصل، أو في آخر الكلمة إذا كان قبله حرف من الحروف المتصلة التي تتصل بما بعدها، مثل كلمة جمع. نشاط 3، استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف عين. أول صورة خلي بالك، علم. ع علم. صوت العين في أول الكلمة ولا في وسط الكلمة ولا آخر الكلمة؟ في أول الكلمة. ممتاز. ع علم. ع علم. نرسم دائرة أول الكلمة، دي صورة ايه؟ ثعلب. ممتاز. طب انطق الكلمة تاني. ثعلب. ثعلب. أين صوت العين؟ في أول الكلمة أو وسطها أم آخرها؟ وسط الكلمة. ممتاز. نرسم دائرة وسط الكلمة، دي صورة ايه؟ زرع. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي يحلل أصوات أول ووسط وآخر الكلمات المنطوقة. قصة الحرف، ذهب عاد إلى حديقة الحيوان، وهناك رأى دبا يأكل عسلا وينام وسط الزرع. شعر عاد بالسعادة لرؤية الدب بعينيه، فقد سمع عنه كثيرا. نلاحظ حرف العين في أول الكلمة يتصل بما بعده، مثل كلمة عادل، عسل، وفي آخر الكلمة يكون شكله منفصل مثل كلمة الزرع، ويأتي وسط الكلمة متصل بما قبله وما بعده مثل كلمة شعر، وكلمة السعادة، وكلمة بعينه، ويأتي آخر الكلمة متصل بما قبله مثل كلمة سمع. فهذه أشكال حرف العين. نشاط 3 باء، استمع ثم ارسم دائرة حول حرف عين فيما يلي. أول كلمة معايا عادل. عادل. أين حرف العين؟ أول الكلمة. ممتاز. نرسم دائرة أول الكلمة. تاني كلمة عسى. عسى. عسل. تاني كلمة عسل. أين حرف العين؟ في أول الكلمة. نرسم دائرة أول الكلمة على حرف العين. تالت كلمة زاء. زرع. ثالث كلمة زرع. زرع. في آخر الكلمة. ممتاز. نرسم دائرة آخر الكلمة على حرف العين. كلمة سعادة. كلمة ايه؟ سعادة.
أين حرف العين؟ وسط الكلمة. ممتاز، نرسم دائرة وسط الكلمة. قابع كلمة بعينه، بعينه. أين حرف العين؟ في وسط الكلمة. نرسم دائرة وسط الكلمة. سامعة في آخر الكلمة. ممتاز، نرسم دائرة آخر الكلمة. والهدف من هذا النشاط وعي بصري يحدد شكل الحرف في مجموعة من الكلمات. نشاط 4، اكتب حرف عين. حرف العين شكله منفصل وشكله متصل. سواء كان شكله منفصل أو متصل لا يتغير صوته إلا إذا تغيرت الحركة التي فوقه، مثل كلمة عا، شكله منفصل عا ومتصل أيضا عا. عو منفصل عو شكله متصل. عي شكله منفصل عي متصل. الهدف من هذا النشاط يكتب حروفا عربية، تتبع وتقليد بصورة مستقلة. تهيئة، حرف يده عين، والحركة اللي عليها فتحة، اسمها عين. طيب ده سين، عليها فتحة، اسمها س. هات الاثنين مع بعض، عسى 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 كده عسل عسل عسل. ممتاز، يبقى دي كلمة ايه؟ عسل، وتكتب هكذا عسل عسل. ماشي، ده حرف ايه؟ شين، وفوقه فتح، يبقى اسمه شا 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 شعر شعر. ممتاز، شعر، ودي صورة شعر، وتكتب كلمة شعر هكذا شعر شعر. حرف ايه؟ عي 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 عينه عينه عينب عينب، ودي صورة ايه؟ عينب عينب، وتكتب هكذا عينب. لتهيئة للتدريب القادم ممكن ينفذها المعلم ببعض البطاقات. نشاط 5، انظر الى الصور واكتب حرف عين مع الضبط بالشكل. اول صورة، صورة علم. علم، يا ترى حرف العين على ايه؟ عا فتحة. ممتاز، نكتب حرف العين وفوقه فتحة وينطق عا علم. تاني صورة، عينب. عنب، حرف العين في اول كلمة تحتيها كسر. ممتاز، عين عي عنب عي عنب. ثالث صورة، عصفورة. عو عصفورة، حرف العين على ايه؟ ضمة. ممتاز، عو عصفور. ثالث صورة، ثعبان. ثعبان، حرف العين ايه حركته؟ في وسط الكلمة عليها سكون. ممتاز، ثعبان ثعبان، نكتب حرف العين وفوقه سكون. الهدف من هذا النشاط وعي صوتي، يميز أصوات الحروف في الكلمات المنطوقة. نشاط 6، كون كلمات من الحروف التالية مع ضبطها بالشكل. طبعا دي صورة ايه؟ عسل. هبدأ بحرف العين. ممتاز، هبدأ بحرف العين، سواء كتبته منفصل أو متصل ينفع، المهم أكتب حرف العين واضبطه بالشكل عا. هو أنا بنطق الكلمة بقول عسل عا، يبقى العين عليها فتحة. ممتاز، طيب كلمة عسل تاني حرف فيها ايه؟ السين. السين، ممتاز، حرف السين، هنطق الكلمة واكتب الحرف عس، يبقى حرف السين تاني حرف اكتب حرف السين عليها فتحة، سين وعليها فتحة عسى. اخر حرف عسل عسل، اخر حرف ما يتنطق معايا لام. ممتاز، نكتب حرف اللام ونكتب الكلمة كاملة بهذا الشكل مدمجة عسل. دي صورة ايه؟ شعر. شعر، كلمة بحرفية كلمة شعر شين. شين، لما اقول شاء شاء، طب ايه حركة حرف الشين؟ الفتحة. ممتاز، هكتب حرف الشين شاء. تاني كلمة، طب اسمع تاني حرف كده، شع شع. العين. ممتاز، يبقى كلمة شعر تاني حرف فيها حرف العين. طب ايه الحركة بتاعته؟ انا ما اقول شع ولا شعي ولا شوع ولا شع شع، يبقى ايه الحركة؟ سكون. ممتاز، شع عينه عليها سكون. اخر حرف في كلمة شعر را. ممتاز، نكتب كلمة شعر كاملة ومدمجة شعر. اخر صورة معايا، صورة ايه؟ عنب، نبدأها كلمة عنب، نبدأها بحرف ايه؟ العين. ممتاز، ايه الحركة بتاعته؟ كسرة. كسرة، انا لما اقول عي عنب
يبقى نكتب حرف العين وتحته كسرة. طب تاني حرف عين ن ن. نون. ممتاز. طب ايه الحرف التاني؟ احسنت. عين اخر الباء. عين ب ب ب اخر حرف باء. اخر حرف الباء. الباء عين ب. نكتب حرف الباء وندمج الكلمة كاملة. عنب. عنب. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي ودمج يدمج أصوات الحروف ليكون كلمة. نشاط 7 حل الكلمات التالية. أول صورة معايا صورة إيه؟ عالم. عالم. أول صورة صورة عالم. وأدي كلمة عالم. أدي كلمة عالم. أول حرف فيها حرف إيه؟ العين. العين. وتاني حرف؟ الميم. وتالت حرف؟ الميم. ممتاز. هنحللها إزاي؟ كل حرف لوحده. حرف الأول ع. تاني حرف اللام. اللام. تالت حرف الميم. الميم. عالم. تاني صورة عنب. عنب. اول حرف العين. العين. تاني حرف النون. النون. تالت حرف الباء. الباء. عنب. تالت صورة عسل. عسل. كلمة عسل اهية. كلمة عسل أول حرف العين. تاني حرف سين. تالت حرف اللام. اللام. نكتب أول حرف ع. تاني حرف السين. تالت حرف اللام. عسل. تالت صورة لعب. لعب. وادي كلمة لعب أول حرف فيها اللام. تاني حرف العين. تالت حرف الباء. نكتب أول حرف لام. لو زائد ع. لو ع ب. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي وقراءة يتعرف أن الكلمات المنطوقة يتم تمثيلها بلغة مكتوبة لها قواعد محددة. بكده إن شاء الله نكون خلصنا الدرس. إن عجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.